السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابا لاتيش هوات. معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم زلابية، كيف كتشوفوا في الصور هاد الزلابية جد لذيذة ورائعة وكيحمقوا عليها الناس. دائما كنشريوها من السوق، ولكن حنا اللي موجودين في الغربة خصنا ولا بد نصايب الحويجات في الدار. المهم هي بمقادير جد بسيطة وكتجي الصراحة مقرمشة ورائعة. وباش تحتفظوا بالقرمشة ديالها خاصكم ديروها في واحد البواطة، تسدو عليها وديروها في الثلاجة، غادي تقعد لكم ان شاء الله بإذن الله حتى لثلاث ايام هكذا مقرمشة. وما خصناش نكترو، خصنا دائما نديرو كمية قليلة. بالنسبة للزلابية الطويلة حتى هي نفس الشيء، الا بغيتيها تقعد لك مقرمشة مزيانة خاصك ديريها في الثلاجة غير فوق ماشي لتحت في الكونجيلاتور. والآن نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى كأس عنبة من السميد الناعم، كأس عنبة من الطحين، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز حبيبات، ملعقة صغيرة من السكر، قليل من الملح، جوج معالق كبيرة من الزيت نباتية، كأس ونصف عنبة من الماء. بإمكانكم وضع الملون، أنا هنا ما غاديش نوضعه، بغيت نخليها هكا كما هي. ونمر إلى طريقة التحضير. نمزج جميع النواشف مع بعض كما تلاحظون، نضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت، نمزج مرة أخرى، ثم نضيف كأس عنبة من الماء دافئ، نخلط جيدا، لتفادي الحبيبات، ثم نضيف النصف الآخر. كما تلاحظون نخلط جيدا، ثم نضيف نصف كأس بإمكانك أن تمرر الميكسور لتفادي الحبيبات. كيف كتلاحظوا غادي نحصلوا على هذا القوام. انا هنا زدت واحد شويه ديال الماء على كاس ونص باش حصلت على هذا القوام. على حسب نوعية الدقيق، يمكن لك ديري كاس ونص عنبة، وإذا شفتي باقي العجين تقيل شوية زدت واحد شوية على حسب، جوج معلقات كبار أو ربع كاس ديال كاس عنبة فقط لا غير. غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونتركوها تخمر ربع ساعة ونرجعو عندها. كيف كتلاحظوا الزلابية ديالنا ها هي خمرات. غادي نديروها في واحد القنينة بحال هادي اللي غادي يكون عندها واحد الثقب بحال هكا باش نقدرو نخرجوها.
ممكن لك تستعملي قرعة ديال الكاتشوب ولا اي قرعة. هنا غادي نحرك الخليط ديالي بحال كنديرو مع الخبز، كنهبطو منو الهواء اللي فيه. وغادي نديرو هنا كيف كتلاحظوا، غادي يهبط القرعة. هانتوما كيف كتلاحظوا كيهبط، ها هي عمرنا القنينه ديالنا. وغادي نمشيو نقليو هنا بعد ما غادي نسخنو الزيت مزيان. انا غادي نستعين بهاد الاطار، غادي نديرو هنا في وسط الزيت باش يجيوني الحبات كلهم قد قد. كيف كتشاهدوا هانتوما كنبقاو نديرو في الدوائر وفي الاخر نجيبوه في الوسط. نعاود وحده اخرى، المهم انا كنحاول باش نخرجها بحال الزلابيه اللي كتتباع في الزنقه، ولكن الله غالب. المهم هكذا نديرو الحاجه في الدار ديالنا حسن ما نشريوها من الزنقه. من بعد نحيدوه نحطوه في بلاصه اخرى اللي ما كاينش البلاصه دابا، نولي نرجعو. كتشوفوا ها هي الزلابيه ديالنا، هي بدات تحمر، كتجي جد لذيذه وقرمشه صراحه. انا كنحماق عليها، بغيت نشير لواحد الحاجه البنات، الزيت فاش كنديروا الزيت في المقله ما كنكتروش بزاف، ماشي مشكله ما تغطرش بالزيت حيت غادي تطيب دغيا. ودرجة الحرارة ديال الزيت خصنا نخفضوها من بعد ما نسخنو الزيت، نخفضو درجة الحرارة تكون متوسطة باش تحمر مزيان وطيب على خاطرها، يعني ما تجيش معجنة من داخل دغيا دغيا تحمر وتجي معجنة من داخل. كيف كتشوفو انا كنحيد الزلابية ديالي من الزيت وكندوزها لورق النشاف، نشوف واحد شويه عاد ندوزها في العسل. ها هي البنات دخلتها في العسل، غادي نحاول انني نكب عليها شويه العسل. ستجدون رابط الوصفه في صندوق الوصف. ها هي ونديروها نصفيوها في واحد الصفاي باش تقدر من العسل. وها هي الزلابيه ديالنا وجدات، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف كتشوفوا كتجي مقرمشه ولذيذه ورائعه. هانتوما ومع السلامة لداخل، على حسب
النوع ديال القنينة، واش كان عندك غليظ او رقيق باش تشوفو، حيت انا جاتني رقيقة، ولكن الا كان عندك ثقب ديال القنينة شوية عريض غادي تجيك شوية غليظة، ولكن معليش هكذا احسن. وغادي نشير لواحد الحاجه، البنات اللي كيقولوا لك ما كتلصق لهمش العسل في الزلابيه ديالهم كيف ما كانت، خاصهم يديروا واحد المعلقه ديال الجليكوز في العسل، وهكذا ان شاء الله باذن الله العسل غادي تلصق مزيان. اتمنى ان تنال الوصفه اعجابكم وان تجربوها. لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.